لمزيد من التفاصيل معي من القاهرة الخبير في الشأن الإيراني ومدير مركز جدار للدراسات محمد عبادي. أهلا بك سيد محمد معنا في هذه النشرة، ودعني أبدأ معك من الهدف المباشر الذي تسعى لتحقيقه واشنطن من دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعقد اجتماع طارئ حول إيران. بلا شك هذه الدعوة لهذا الاجتماع هي أحد أدوات الولايات المتحدة الأمريكية للضغط الدبلوماسي على إيران في طريق تضييق الدائرة على إيران من باب أنها انتهكت شروط الاتفاق النووي، لكن في الأصل أن إيران تعتبر أن تخليص التزاماتها بالاتفاق النووي هو رد على الانسحاب الأمريكي، وذلك في التقرير يعد هذا نوع من العزلة على واشنطن التي تفقد حتى السيطرة على أقرب الحلفاء لها في أوروبا، لو تكلمنا عن ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا كأحد أهم الحلفاء لها الذين يدعون دائما إيران إلى العودة للالتزام بالاتفاق النووي، وحتى لو كان عبر تفعيل الآلية التجارية مع إيران. لكن لو عدنا للقصة من البداية، إيران ستواصل تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي كما أكد روحاني، هربا من الفخ الذي وقع فيه ترامب وهو أن يهدد ثم لا يفي بهذا التعديل. روحاني يريد أن يقول أنا عندما أهدد وأقول أن إيران ستتنازل أو ستتجاوز الحد المسموح به في بنود الاتفاق النووي سواء على مستوى تخفيض اليورانيوم 300 كيلوغرام أو على مستوى نسبة التخفيض 3.67 فإن إيران ستفعل ذلك، على عكس موقف ترامب الذي يهدد بمحو إيران تارة بضربة موجعة وما إلى ذلك ثم لا ينفذ. لكن أود أن أؤكد لك أن طهران التي ستزيد من تخفيض اليورانيوم سواء المخزون أو نسبة التخفيض لن تذهب إلى مساحات بعيدة تستفيد داخل الأطراف، ستذهب إلى مساحات قريبة آمنة تبقي على صلاتها القوية مع الاتحاد الأوروبي، تجعل من الأمم المتحدة لا تفعل آلية النزاع للحكم على الاتفاق برمته. نعم سيد محمد، تحديدا في هذه النقطة لو سمحت لي، يعني المشكلة الإيرانية اليوم أين تكمن؟ هل في الحصول على المزيد من التزامات أوروبية من جانب الدول الموقعة على الاتفاق أم مقارعة واشنطن عبر التهديد والتجاذبات؟ المشكلة الإيرانية تكمن في بيع نفطها، يعني حتى الآلية التجارية إذا ما تم تفعيلها وشملت النفط الإيراني ستعود إيران وستعود طهران عن تجاوزها في الاتفاق النووي، كما قال الرئيس الإيراني حسب روحاني إذا ما عاد الجانب الآخر يقصد به إما أن تتنازل أمريكا عن العقوبات أو تستطيع الدول الأوروبية بالإضافة إلى الصين وروسيا الضغط على أمريكا لرفع العقوبات حتى لو جزئيا أو تفعيل آلية التجارة مع إيران الآلية إنستكس بما يشمل النفط الإيراني. إيران الآن مشكلتها بيع نفطها، تدرج بيع النفط من 2 مليون ونصف برميل إلى 300,000 برميل. اليوم إذا وجد اتفاق يرفع العقوبات جزئيا أو حتى يشتري النفط عبر أي آلية ستتراجع إيران عن تهديداتها بتقليص التزامها من الاتفاق النووي. أيضا سيد محمد فيما يتعلق بالاتفاق النووي، البعض يذهب بالتفسير لأن الأولوية الأمريكية اليوم باتت تكمن وتصب باتجاه إبرام اتفاق جديد كيفما اتفق، ليكون اتفاق ترامب وليس اتفاق أوباما. هذا ما يؤكد عليه كما يقولون إعلان واشنطن الذهاب لتفاوض من جديد من دون شروط مسبقة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ بالفعل يذهب الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى التوجه نحو اتفاق جديد يهدف به الاتفاق الذي أبرمه سلفه بارك أوباما. هذا الاتفاق طبعا سيكون مبني على أسس وقواعد جديدة، هو كما قال أو قال بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية أبرزها أن لا يكون الاتفاق محدد بسقف، يعني الاتفاق الذي عقده بارك أوباما عن 5 زائد يحصل خطة العمل المشتركة الشاملة كان يحدد سقف الاتفاق النووي ب 15 عاما تستطيع طهران بعدها العودة إلى العمل في مفاعلاتها النووية. لكن الرئيس دونالد ترامب يريد عقد اتفاق جديد ينسب لإدارته يهدم الاتفاق السابق لثلاثة بارك أوباما. هذا الاتفاق ألا يحدد بسقف زمني كما يشمل الصواريخ البالستية الإيرانية التي تعتبر تهديد للمنطقة العربية وجيرانها من دول الخليج، كما أيضا من الممكن أن يشمل السلوك ما يوصف بالسلوك العدائي لطهران في المنطقة العربية وتدخلها في شؤون في العديد من شؤون دول الجوار.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر الخبير في الشأن الإيراني ومدير مركز جدار للدراسات السيد محمد عبادي، حدثنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة.